حلوة البوق ومن لا يعرفها من آلة حلويات زمان وأسهلها وقمة في الاقتصاد. في 10 دقائق حضريها هشيشة ومرملة وكتذوب في الفم دوابًا وبنكهة مميزة على العادة عمرها ما زالت تخطاك. لهذا سيدتي تبعي معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يجازيكم بخير، ما تنساوناش من لي لايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارتاج باش تعم فائدة على الجميع. ومرحبا و 100,000 مرحبا بالمشتركين الجدد لأول مرة كينضموا القناة ويعجبهم أكيد المحتوى، مع اليوم إلى يفعلوا جرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة السورية. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبداو بركة الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. أول حاجة كناخدو هنايا القفرية أو الإناء اللي غنمزجو فيه المكونات. كنحتاج هنايا زبدة إما ديال العلب أي نباتية أو ممكن نستعملو حتى الزبدة الحيوانية علاش لا. كنحتاج هنايا 150 غرام ديال الزبدة، 150 غرام ديال الزبدة أي تقريبا 1/3 ديال المعالق يكونوا مملوئين جيدا كبار من الزبدة، يعني سواء درتو النباتية أو سواء درتو الحيوانية كذلك نفس العبارة. 150 غرام ديال الزبدة وغنخلي لكم المقادير إن شاء الله في رابط صندوق الوصف. ثم كنحتاج هنايا 100 غرام ديال السكر ثقيل أو السكر كلاسي أو السكر الرطب، كل واحد واش كيسمي، يعني عطيتكم سميات كاملين حيت بالمرات كنقول السكر كلاسي كيقول لي واش السكر الرطب. إيه السكر كلاسي وماشي ضروري يكون يعني النوعية ديال السبيسيال، أي نوعية ديال السكر كلاسي غادي نخدمو به. كنحتاج هنايا 100 غرام أي كأس من عبر كأس ديال العنبة. كذلك كنحتاج 3 ديال المعالق كبار يكونوا مملوئين جيدا من النشا، والنشا ماشي نقول لكم اختياري، مهم في هاد الوصفة باش كتجينا كذوب الذوبان. ثم كنحتاج هنايا 160 ملل من الزيت اي كاس غير مملوء جيدا من عبر كاس ديال العنبه. كذلك من الزيت كنحتاج حبه بيض واحده، ممكن اللي عنده حساسيه من البيض ممكن تستغناو على البيض تماما، كتجي يعني نفس القوام. عندي هنايا النكهه اللي ضفت هنايا اللي كتعطيها واحد التميز واحد اللذه اللي فريد من نوعها، يعني درت هنايا داك الشاصيه ديال نكهه الزهر، نكهه الزهر كتجي فيه رائعه جدا، يعني غير جربوها. واللي ما توفرش عنده النكهه ديال الزهر داك الشاصيه ديال النكهه ديال الزهر ممكن يعوض بقشور الحامض او بقشور البرتقال، يعني ناخذ واحد حبه البرتقاله او حامضه ونحكوها، ناخذ غير البشر ديالها تقريبا واحد المعلقه مملوءه جيدا. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما مزدتش المكونات كلهم، يعني الزبده والزيت والسكر كلاسي والبيضه الكل مزجتهم مزيان مزيان، عاد كنبدا نضيف في الدقيق. الدقيق كنبقاو نضيفوه بالتدريج، واخا تشدوا عباركم ديال الدقيق او غادي نعطيكم العبار ديال الدقيق اللي غادي يكفيكم، نتوما بقاو ضيفوا الدقيق يعني بشويه بشويه على حسب النوعيه ديال الزبده، كذلك على حسب الحجم ديال الحبه ديال البيض، وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق واش كيشرب ولا لا باش تنجح معكم اكيد الوصفه. كنبقاو نضيفوه غير بشويه بشويه، غير بالمعلقه بالمعلقه، نكونوا غربلناه ديجا او كنغربلوه اثناء التحضير. كيف ما كتشاهدوا معايا كنبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه وغير كنجمع، يعني ما كندلكش العجين ديالي. كيف ما كتعرفوا اي نوع ديال العجين ديال الحلويات اللي كيكون فيه الزبده ما نحتاجوش نبقاو نعركوا فيه بزاف، كيبقى دائما كيتدم لينا وكنقولوا باقي خاصنا الدقيق ومن بعد كيبس لينا. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو القوام اللي كنحصل عليه بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي كفاتني 350 غرام ديال الدقيق اي 3.5 كيسان من عبر كاس ديال العنبه. وانتوما حذاري يعني ضيفوها كلها هي دفعه واحده حتى كنحصل على واحد العجين اللي يكون لين شيئا ما باش يدوز ليا في البوق. هي راه حلوه البوق باش تدوز لينا في البوق. بالنسبه للبوق اختاروا الموتيف اللي بغيتو باش تشكلوها به. اختاريت انا هذا البوق هذا اللي فيه سنينات مرتفعين شويه الاعلى، تيكونوا داك السنينات ديالو مرتفعين شويه الاعلى باش كتجينا هكاك مشنفه وبحال الوريضه. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنايا حصه ديال العجين اللي غادي ندوزها في البوق. كيف ما يمكن لكم الا كانت عجينتكم خف من هذه واحد شويه ممكن ديروها في واحد لابوش وعاد كديروها في البوق باش كتسهل عليكم، كتكون كميه وحده وانتم غادي خدامين بها. انا جربت لابوش ولكن كان عندي غير واحد داك الجوطه ما صلحش ليا لانه غير ديال البلاستيك،
طرطق ليا، لهذا قلت علاش لا ما نخدمهاش بالطريقه التقليديه. كناخذ هنايا اللاطه ديالي وماشي ضروري نفرج ليها البابي كويسو وحتى ندهنها بالزيت. انا غير فرشت البابي كويسو كيف ما كتعرفوا الطاوات ديالي شويه واكلي العصا، لهذا كنفرش اليوم البابي كويسو. كيف ما كتشاهدوا معايا كنبقى هنايا ندير دفعه واحده، كنعمر وكندير دفعه واحده والاسفل وكنحطها بشكل عمودي. حاولت نكبر لكم الصوره ونوضح لكم كيف ما كتشاهدوا معايا كنضغط يعني بشكل عمودي وضغطه واحده باش كنحصل على هاد الوريضه الحلوه ديالنا. للتذكير فقط غترجعوا تسولوني في التعليق ما فيهاش الخماره نهائيا. ونعاود نذكر ما تنساوش ليا داك 3 ديال المعالق كبار ديال النشا اللي كيعطيوها واحد الهشاشه خطيره، وكذلك النسمه ديال الزهر كتعطيها واحد المذاق وكتشموها وهي كطيب في الفرن بداك النكهه ديال الزهر. يا سلام كيف ما كتشاهدوا معايا وغنزينوها بطريقه تقليديه المعروفه بها. ممكن ديروا قطع ديال الزبيب، ممكن ديروا هذه الفواكه الجافه اللي توفر عندكم ممكن تزينوها بهم، وعلاش لا حتى نقطات ديال الشوكولاته من بعد ما نخرجوها نذوبوا شويه ديال الشوكولاته ونديروا النقط في الفوق يعني حتى طيب. يعني لما توفرش عندنا هذه الفواكه الجافه او الزبيب لكم الاختيار في الطريقه ديال التزيين ديالها. بالنسبه للمده الزمنيه ديال الطهي ديالها ما كتزاوش 15 دقيقه. كندير الفران ديالي سخون مزيان مزيان وكندخل اللاطه ديالي وكنقص المتوسط، كنخلي الفران ديالي المتوسط ماشي الادنى درجه وماشي اعلى درجه، المتوسط. كندير اللاطه ديالي حتى كطيب ليا من الاسفل وكنحس بها تحمرات ليا شويه، كنهبطها لتحت غير كذهب ليا، ما خصهاش طيب بزاف باش ما تيبش وما تكرمش لينا. يعني الحد الادنى 15 دقيقه كتكون ها هي واجده وحاضره ناضره. حلوه البوق، حلوه الزمن الجميل ومن لا يعرفها. يعني ملي كتحضروها كترجعوا ذكريات زمان، كتجي رائعه جدا شكلا ومذاقا. يعني كيف ما كنقولوا واحد المثل جديد ليه جده والبالي لا تفرط فيه. يعني الحاجه القديمه ديما كتبقى عندنا واحد الذكريات مرسخه وديما خصنا حنا ندرجوها ونعطيوها لوليداتنا وتبقى غاده. يعني غاده ما تنقارضش كيف ما كنقولوا. كيف ما كتشاهدوا معايا جد اقتصاديه وفي متناول الجميع وكتجينا هشيشه ولذيذه وحتى المنظر ديالها والشكل ديالها مقبول وانيق. كيف ما كتشاهدوا معايا غنضروري شي حبات نفرتتهم قدامكم رغم ان تيبقاو في داك الحبات اللي كنفرتتهم غير باش تشوفوا الهشاشه ديالها وكيفاش كتفرتت وكتذوب في الفم مداوبا. يعني راه كيجوني شي تعليق علاش كتفسدي الحلوه، راه ماشي كنفسدها على قبلكم، يعني كنغامر بحبه وحده في الوصفه او جوج باش تشوفوا القوام ديالها كيجي رائع جدا. وإلا ما درتش قدامكم يعني هاد الطريقه ديال كيفاش كتجي الحلوه غتقولي علاش ما كسرتيهاش قدامنا وعلاش ما شفناش القوام ديالها، شفنا غير الشكل. لهذا كنحاول نوصلكم للاقصى فكره ديال الوصفه. وبالنسبه للحبات لهذه الكميه ديال هذا الخليط كيعطينا تقريبا 60 حبه، وإلا صغرتوا يعني الحجم ديالهم غيعطيكم اكثر من 60 حبه، ولا بغيتوا اكثر كتضاعفوا اكيد المقادير. كنتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم، وكي العاده الله يسهل عليكم. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم والبارطاج والتعاليق ديالكم البناءه. كنشكركم على المتابعه ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه الصويريه.